سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في القناه. ودائما في اطار تحضيرات رمضان سبق وحضرت معكم طريقه تحضير الشباكيه. دابا غندوزو لطريقه تحضير سلو ولا السفوف. عندنا هنا نص كيلو، انا دايره هنا نص كيلو ديال الدقيق حمصته في الكوكوت، ولكن انا درت مزيج بين الدقيق الفورس والدقيق ديال القمح المصفى. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو محمص، نص كيلو ديال الجاجلان محمص، ونص كيلو ديال اللوز محمص. غنخلي منهم، غنطحن واحد الكميه ونخلي واحد الكميه غنديرها كونكاسي. عندي هنا واحد جمعه القنص كبار ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين. عندي هنا ربعه ديال نص ربعه ديال سكر كلاصي، وحسب الرغبه تزيدوا ولا تنقصوا. عندنا هنا جوج معالق قنص ديال القرفه هما مطحونين. عندي هنا غندير واحد رشيشه ديال الكوزه، وعندي غندير هنا شي حبيبات ديال المسكه الحره ولا المسكيته، وغندير هنا مزيج ديال الزيت النباتيه وزيت الزيتون. ونشوف، انا غنبقى نخلط ونشوف. نقدر نستعمل نص ربع كاس، نقدر نستعمل اقل، نقدر نستعمل اكثر. وغندوزو دابا مباشره لطريقه التحضير. غندوز دابا للتحضير. غنبدا بالكاوكاو الاول، غنبدا نطحنو. خصو يتطحن مزيان، ولكن خليو واحد بالنسبه للوز والدجاج، خلي واحد الكميه ما تطحنوهاش، ديروها غير مهرمشه. دابا غندوز طحن الججلان. المهم البنات، انا غنستمر غنكمل الكميه كلها اللي عندي ديال اللوز والجلجلان، ونطحن المسكه وكل شيء، وغندوز ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله، بحيث باش ما بغيتش الصداع ديال الماكينه اللي يبقى يبان. يلا من بعد ما ساليت الطحين ديال الكاوكاو والجلجلان واللوز، دابا غندوزو صافي مباشره باش نخلطو. بسم الله. الجلجلان اللوزة تتحل لي مزيان. شو كي ولا مزيت بزاف كثر من الدجاج والكاوكاو. البنات، انا ما قلت لكمش زريعه الكتان، انا ضفت واحد 125 غرام ديال زريعه الكتان. ما كنتش غنديرها، ولكن غير الوالده اللي قالت لي لا ديريها من الاحسن. المهم اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يصغن عليها. والا انا ما عنديش ما درتوش، واصلا ما كيعجبنيش انا هذا الشيء. المهم النص كيلو انا درت 125 غرام، ما تكثرش باش ما يجيش عاوتاني لوكو ديالها غالي. كاوكاو كونكاسي. اللوز تقريبا ما خليته تقريبا هكا شبه صايم، ماشي صايم ولكن تقريبا شبه صايم. هاد جوج معالق نص ديال القرفه، جوج معالق كبارين ديال القرفه. هاد جوج معالق كبار ونص ديال بين زريعه الكتان بين حبه حلاوه يا ربي والاخر النافع. الجلجلان صايم حتى هو. سكر كلاصي. سكر كلاصي على حسب اللي كيبغي الحلاوه يدير الحلاوه، واللي ما كيبغيش يدير الحلاوه يديرو عادي. مسكه وهي وداك شويه ديال الكوزه. غادي نخليه يتزين، غنخلط هادشي كله، غنبسبسو مزيان مزيان، وعاد نرجع نشوف باش نشوفو شحال غنديرو ديال الزيت. كنظن صافي دابا، صافي نسجمت كل العناصر. نخلط دابا، خلط الزيت البلديه، خلط زيت الزيتون وزيت الرمي. هذا النص بين زيت الزيتون وزيت نباتيه. ندير هذا النص كامل ونشوف الى كان باقي نزيد. غنزيد هذا نص كاس د العنبه بين زيت نباتيه وزيت الزيتون.
تقريبا 75 مليلتر. نخلط ونشوف. وعلى حسب كل ذوق ديال كل واحد، كاين اللي كيبغي سلو ولا السفوف يكون جاري مزيت، كاين اللي يبغيه يكون حرش ما فيهش الزيت بزاف، كاين اللي كيدير الزيت، كاين اللي كيدير الزبده، كل واحد وعلى حسب المذاق ديالو. الهومور كتبقى كتخضع للمذاق ديال كل واحد. كاين اللي كيخلط غير بالعسل، العسل بالحق عسل بلديه حره، الريحه ديال كاوكاو اللوز مزريعه الكتان. كنظن مازال كلا مازال مازال ألف. بسم الله نضيف واحد نص كاس خل، مهم كاس غير يكون تقريبا كاس العنبة 150 مليلتر. دابا درت 150 مليلتر. وكاين اللي كتعجبو غير هكا خالتي، خالتي قالت لك ولادها ما كيعجبوهاش، ما كيعجبهمش السفوف اللي كيكونوا مزيتين، خصهم يكونوا غير مهرمشين هكا. مازال ما تخلط لي مزيان، غنزيد واحد نص كاس اخر. دابا كاس ونص، كاس ونص ديال العنبه في نص كيلو ديال الدقيق، داكشي على حسب، على حسب الكاوكاو واللوز اللي كانوا مطحونين مزيان خص الروبو الصراحه، الروبو ولا الطحنه من عند موالي اللي كيطحنوا في المخبازات ولا فاين. يلا شوف الزيت ديالو، غنزيد واحد نص كاس اخر. دابا المقدار ديال جوج كيسان، دابا درنا جوج كيسان ديال العنبه، دابا نص كيلو ديال الدقيق مع داك الزرارع اللي درناه مع كاوكاو واللوز داك الشيء، درنا جوج كيسان ديال العنبه. صافي هذا هو القوام ديالو، ها نتوما كتشوف دابا راه جرى شويه. صافي بركه ما كيعجبنيش داك الجاري بزاف، طاح شي حد غياكل منو. ايوا صافي المهم غنخليوه من بعد، غنبقى انا غنخلط مزيان وغنخليه يزيد يتشرب واحد المده ونشوف، لانه هو كل ما بقى كيشرب زيت وكيطلق الزيت وكيطلق. صافي ونطلقوا ان شاء الله في التقديم النهائي ان شاء الله. وكان هذا هو الشكل النهائي لسلو من بعد ما وجدته، اختاريت نقدمه بهذه الطريقه، هذه هي طريقه بسيطه وسهله اي واحد ممكن يحضره. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكتبوا لي في التعليقات الراي ديالكم. طه اخويا ممكن تدق تقول للمشاهدين الراي ديالك في هذه السلوكيجه؟ واه يلا دق وقول لهم بصراحه. رائع صح عجبك؟ واه شكرا اخي الله يحفظك. وكنتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب وتبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو قادم. الى اللقاء.